هاد السوافة فاتحة كندوي عليها من شحال هادي من نهار تزاديت وانا كنعرفها. واحد النهار في عاشورة كنا دخلنا على باب ما كانش هاد الباب كاع ما كانوش. هاد الشيء عاد دارتو دابا؟ عاد دارتو من نهار دارتو. واحد النهار طلعنا عند ريبنا على دخلت هرستني من لهنا هاي والله من لهنا هرستني صافي من ترس وصافي كنعرف كنمشيو للخربة الأخرى كنلقاو في كارن القطوطة ميتين ترميهم اللور اللور. واحد النهار هاي كانت خالتي نجا بسولو كنلقى واحد القطة أنا مشتشة كنلقى الطبيب وأنا هو الطبيب ديالها وصافي تنطلبو من الشوافة نسحب من الحومة تمشي الخربت عليه. هادشي كنعانيو سنين وسنوات وديجا قدمنا شكايات والولد راه بغى غير يتدخل بالخير ما قال حتى شي كلمة ديال العيب. قال بأن هاد السيدة راه مؤخرا لقينا قطة مخيطة من فمها ولقينا بزاف ديال الحيوان اللي كيتكرفص خليه على الفكار نخليه على بزاف ديال الحوايج. هاد السيدة وديجا قدمنا شكايات وديجا ما كاين حتى شي ما كاينش حتى شي أجوبة اللي هي كتقنعنا. باقي الاستمرارية ديالها باقي الكليان ديالها كيجيو دارنا مقابلين معاها الصباح الصباح كنلقاو الناس طالعين عندنا حتى للدار. اش كتسناي كنتسنى فاتحة. شنو هاد فاتحة؟ قال من نهار اللي قدمنا شكاية قال لك هذيك السيدة راه طبيبة. إلا كانت طبيبة نعرفوا كيفاش. إلا كانت طبيبة نعرفوا واش كاينة البلاكة واش أطباء قراو تاعياو وتخصصوا في جميع هذا. جات هي من موراهم غير بقصبة والسبق ولات طبيبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. رحنا تنعانيو راه ولادنا تيعانيو الحومة كاملة تتعاني راه الناس الحومة كلهم عاطين لي كارت راه هما كلهم عاطين النمرة ديال لاكارت وشاكي بيها. راه عندنا الا قد ديال 200 ديال البشر شكي بها. هي قالت لك عندها ناس متمكنه وعندها ناس يعني اللي ما غاديش مع هي بلاصتها. قالت لك هي ما غتزعزعش منها لان عندها ناس قالت لك واصلين وهما اللي واقفين معاها. ولا حول ولا قوه الا بالله. الا هي عندها الناس حنا عندنا الله. الا هي عندها الناس حنا عندنا الله. والله قال لك غيروا المنكر وحنا تنغيروا المنكر لان السيده اداتنا حنا وليداتنا راهم اللي راسو كبير اللي راه ما نقولش كيفاش ما كنعسوا لها ليل نهار. راه زعما لا حول ولا قوه الا بالله. راه عيالات داخلين خارجين راه بزاف هاد الشيء هذا. راه بقى فينا الحال الناس الحومه كاملين بقى فيهم الحال. هاد الشوافه هادي راه بزاف مره غراب مره راس حمار قطع عليه ودني مخيطين لي فمو محل لنا فمو قينا التصويره ديال الراجل مكتوبه فوقا. واش عباد الله غديروا لنا شي حل مع هاد السيده هادي ولا لا؟ ولا باغيين نتوما المنكر في هاد البلاد هذا؟ مكتوبه غير المنكر. حنا راه مهم راه كاينين شي رجال مكتوبه فيهم سميتهم راه كله وخدموا لي خدمته. ومهم هاد الدار راه الشوافه راه نتوما عارفين شنو كاين. شوفوا القفوله شوفوا القفوله نتوما عباد الله شوفوا قبل الاخر لي شوفوا قبل فيه شوفوا جوج بيبان موراهم عاد تذكرهم عباد الله. هادي راه واخا يجي المخزن ما يحلوش باش نقول لكم باب الوراني ومراره مراره تتبع فيها حشيش ودواء وما يديروش فيها هاد البيبان وهاد الزكار ما دار البلان ديالها. المهم انا تنقول لكم توصل لكم هذاك الدري اللي شرى هاد الشيء هذا راه ولد الناس راه فعل خير راه اصلا حتى هو فارقو على مرتو. المهم راه فاعل خير. هاد تشوفوا معنا كما تشوفوا معنا هاد الشوافه هادي راه عندها الكليان بزاف. هذا يجيب الغراب هذا يجيب طيره بقر هذا راس الحمار راه بزاف اصاحبي. هادي راه دير السيح الاسود راه هو هذا السيح الاسود تخدم به هاد الشواف هذا. هذاك السيد اللي صور الفيديو هذاك عيدار خير حنا كنشهدوا هذاك ولد الحومه ديالنا وجاتو الغيره على هاد الحومه. وزيدون هاد السيد هذا ماشي جاب الجنويه ولا جاب شي حاجه وكيكريسي اللي غادي نشوهوه ولا مثلا غتابعوا السلطات. هاد السيد نهى المنكر هو راه باغي يدير عمل لله بعلاش حيت عنده خوتنا عندنا والدينا حتى واحد ما يبغي شي حاجه خايبه فهمتيني. راه ما تيدير حتى شي حاجه بالخير حتى شي حاجه خايبه ما باغي يديرها. كيقول للناس راه في الفيديو كي كتسمعوا تيقول لهم سيروا اتقوا الله سيروا صليوا ماشي تسرق لهم بورطابلات ولا تيكريسيهم. هذا تينهي المنكر. وحنا بالخلاصه يعني بالخلاصه يعني واحد كلمة غادي نقولها هو أول حاجة عاش الملك وثاني حاجة هاد السيدة هادا لا تقاص راه بحالا كتقولوا لنا حنايا ديروا شي حاجة حنا غنوضوا معاه ما خاصش هاد السيد يتأذى حيت هذا فاعل خير دار غير فاعل خير. هذا نهى المنكر. إلا جينا نشدوا هذا ونمشيو نشدوا حتى اللي كيودر بالجامع حتى هو راه كيدير الخير نشدوه وراه كذلك ومثالا اللي كيودر بالجامع راه بحالو بحال هاد السيد حيت السيد هذا انها المنكر وراه الشركة عباد الله وراه تيفرقوا المرأة مع راجلها لمدة 30 عام ديال الزواج
واش كل يتخيل راسو باه يطلق امه ويتشردو. السيادة هذا هو علاش نايضر الحرب.